الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى صحيح البخاري، هل في أسئلة أخرى؟ كيف أطردك من المجلس؟ أستغفر الله، أنتم جميعا في قرأسي وأنا أعوذ بالله أن أكون سيء الأدب، لكن هي المسألة على أن ترى يعني أن تنظري في مسألة الأقرب إلى السنة وتعملي به. والأحاديث ظاهرة جدا، النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهك فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. نعم، فهذا الأفضل. نعم، أنا أعرف المغرب العربي بأسره ليس عنده ختان النساء، وهذه مسألة أيضا مستغربة، لأنه حتى في النهاية إن قلنا هو مكرمة، والشام نفس الأمر مكرمة للنساء، لكن أنا أدين الله بأنه واجب، لا سيما أن له مزايا وله بعض السلبيات. طيب، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، روى مع صحيح البخاري باب عذاب القبر. إحنا أثبتنا عذاب القبر وأتينا بالأدلة على إثبات عذاب القبر، والسؤال قبله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، وقلنا بأن الكتب الستة ليس فيها قتيبة بن سعيد إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، عن الأعمش، ومن أساطين المحدثين، إذا قال خبر أخبرنا وحدثنا فعض عليه بالنواجس. عن مجاهد بن جبر، وهو تلميذ ابن عباس، وهو من أنبل تلميذ ابن عباس، يقول: راجعت ابن عباس في كل آية في كتاب الله جل في علاه، فيما أنزلت وعلى من أنزلت. نعم، عن طاووس أيضا تلميذ ابن عباس، وهنا ترى تابعي يروي عن تابعي. قال ابن عباس رضي الله عنه: مر النبي على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين، ثم غرس كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الحديث يعني قد مر تفصيله، لكن هذا الحديث يبين لنا بأن عذاب القبر من الغيبة أو من البول، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب استنزاه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فعامة عذاب القبر منه للتلبس بالنجاسة، ولأن التلبس بالنجاسة سبيل لإبطال الصلاة، فلذلك كان عامة عذاب القبر منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الغيبة، لقوله يعني يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: أما أحدهما فيمشي يسعى في الناس بالنميمة. النميمة من أعظم ما تكون فسادا، ولذلك بعض العلماء يرى بأن النمام أشد من الساحر، وهذا حق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: در الساحر حد الساحر ضرب سيف. وأيضا قال عن السحرة: لا يفلح الساحرون، يقولون أن الذي يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في ساعة واحدة، ولأن بالنميمة فساد ذات البين، وفساد ذات البين مخالفة صريحة على مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة تآلف القلوب وارتباط الأرواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا عندما قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا أظهركم دعوها فإنها منتنة، وكل سبيل أنه أدى إلى فساد ذات البين كان عظيما في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية ليفسد ذات البين أو يفرق، قال: من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. ولذلك قال: إنهم لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهم همشي بالنميمة، الآخر فكان لا يستتر من بوله. هذه أيضا لكشف العورات، وإذا أخذ على ذلك في كشف العورات فإنه أيضا يكون له العذاب في القبر، ولكن الأصل في الاستنزاه، لأن النبي قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف
عنهما ما لم يلبسها. هذه تمسك بها بعضهم وقال بأنه يجوز للإنسان أن يأتي فيأتي بعود ويجعله على القبر، فيأتي بعود ويبحثه يعني اللهم أمين على القبر. نعم في السودان يفعل صحيح. فالصحيح أن نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك لأنه سمع القبر. ولا أحد يستطيع أن يقول نعم، ولا أحد يستطيع أن يقول بأن القبر بأنه سمع عذاب القبر أو علم عذاب القبر فلذلك يضع هذا العود. المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى. واستدل به بعضهم كما قلنا على قراءة القرآن على القبر لأن هذا الكسرة تسبح، فقالوا هذا ذكر الله جل وعلا فيخف عنه بذكر الله فيقرأ القرآن، وهذا قياس بعيد جدا وفيه كما قلنا مصادمة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وجد دلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة على الأمة وأرحم الأمة بالأمة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن القرآن نافعا للميت لأمرهم بقراءة القرآن. الفوائد المستنبطة لو سمحتم الأسئلة اللي فوق ائتوا بها، ائتوا بها ماذا أفعل؟ أخونا السلف قالت قتلتنا إذا قلتم هو واجب، ما أدري ماذا أقول، أقتل ولا تقتلون، أنتم فقراء ستوضعون، أنتم تجان الرؤوس، لا يصح هذا. لكن ماذا أفعل؟ ما أتبناه شرعا ما أستطيع أن أحيد عنه. لو سمحت المشرفين يأتوني بالأسئلة قبل الفوائد المستنبطة، المشرفين يأتوني بالأسئلة اللي فوق، أنا طلعت وصعدت ما وجدت شيئا. الفوائد المستنبطة الغيب لا يقاس عليه، الغيب لا يقاس عليه، خطر النميمة، ديننا دين النظافة، عدم الاستنزاف من البول جعله عدم الاستنزاف من البول كان له عذاب القبر، وفيها دلالة أن العادة على ذلك تكون كبيرة، العادة على ذلك تكون كبيرة. واجب يا سمراء، هو واجب، علمت ذلك، الجزائر والمغرب كل المغرب العربي هكذا والشام كله هكذا، وهذا مخالف للسنة. أقله أنه مكرمة للمرأة. طيب باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، هذا النسائي. استغفر الله. قلنا نفديكم بأرواحنا، المسألة هكذا، لكن مسائل شرعية فيها أدلة، الأدلة هي التي تحكم. وقلنا الخلاف فيها معتبر، حتى أنا صدرت الباب حتى ما يحسب أحد أنني أضيق عليه، الخلاف فيها معتبر. لو في أسئلة طب أنا هنتظر حتى تأتون بالمسألة. مقولة صحيحة، الخلاف طبعا ليس كل الخلاف يكون فيه رحمة وسعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.